أكد وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا الاستمرار في تنفيذ خطة للتطوير الشامل ورفع الكفاءة بمختلف شركات القطاع العام البترولية. جاء ذلك في ختام جولته التفقدية للمشروعات بالإسكندرية، حيث تفقد الملا مصانع إحدى شركات البتروكيماويات المصرية لافتتاح مشروعات التطوير ورفع الكفاءة بها. وشدد الملا على حرص القطاع على تبني زيادة الإنتاج من مشروعات البتروكيماويات كهدف رئيسي لإحلال الواردات بمنتج مصري، مؤكدا وجود دعم قوي ومستمر من الرئيس عبد الفتاح السيسي لجهود قطاع البترول في مجال تعظيم الاستفادة من مشروعات القيمة المضافة.